يا أهلا وسهلا بكم متابعين القناة، أتمنى وصفات تنال إعجابكم. شجعوني بتعليق لكي تستمر القناة بوجودكم ودمتم بخير. تعالوا معنا، الوصفة اليوم هي عروق كفتة الطاوة، نباتية شهية لذيذة، أتمنى تجربوها وتكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة مثل قلبكم. وتعالوا نبدأ هسه بالوصفة اللي هي مكونة من الشجر، الكوسة، طماطم، فطر، لهانة أو جزر. وتعالوا نبدي نضيفها بالكاسة، راح نضيف البهارات عليها مع رشة ملح بالبداية، بهارات السبع أشكال، وبعدين راح نحط عليها شوية معلقة صغيرة بيكنج باودر وكوب برغر كبة بدون نقع بدون شيء، مع كوبين طحين، وراح نخبطهم أو نحط معلقة بيكربونات الصوديوم وملعقة كبيرة معجون الطماطم ونعجنهم مع بعض بهاي الطريقة إلى أن تتجانس المواد مع بعضها البعض. وهاي هي العجينة ما شاء الله. كتبوا لي تعليقاتكم إذا عجبتكم هذه العجينة، أتمنى تجربوها. وراح نتركها ترتاح ربع ساعة، وبهاي اللحظة إحنا راح نخلي زيت يمنا وراح نكتلها بهاي الطريقة. نقع شوية ايدينا بالزيت، وبعدين نروح نخلي بالزيت، يكون طبعا الزيت بالطاوة يكون حامي، وهذا شكلها لما نكتلها العجينة العروق. ويا سلام على الريحة، ما اوصف لكم الريحة، تجنن. اتمنى تجربوها، ولا تنسوني باللايك والاشتراك وتعليق ومشاركة للفيديو حتى يوصلكم كل جديد من مطبخي. ولاحظوا المنظر اللي هو روعة روعة، والريحة يا سلام، بصراحة رهيبة رهيبة هاي الوصفة. أتمنى تجربوها، هي نباتية كثير كثير، باع المنظر شهي، قدمتها بهذا الشكل، يعني مفيدة، كثير كثير مفيدة وصحية. ما شربت هواية زيت، الطعم واللذاذة يعني ما أوصف لكم. أتمنى أنتم تجربوها وتكتبوا لي بالتعليقات إذا الوصفة طلعت يومكم زينة أو لا، وشجعوني بكلماتكم الحلوة المحفزة. ولا تنسون الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد من مطبخي. وهذا منظرها الحلو، وقدمتها مع شوربة العدس وحمص بطحينة من مطبخي أشواق. أكيد تستاهل ألف لايك. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، دمتم بخير، انتظروني في فيديو جديد.